إذا السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناتكم أوريز نيوز. الوداد الرياضي البيضاوي الجيش الملكي القمة الدورة 24 كتنتهي بلا غالب ولا مغلوب، التعادل بين الفريقين. بس التعادل كيبقى رصيد الوداد الرياضي البيضاوي بحدود 50 نقطة، الجيش الملكي 51 نقطة، بقات 6 ديال الدورات. المستفيد الأكبر من التعادل هو الفتح الرباطي، في حالة الفوز ديالو غادي يقلص الفريق لأربعة النقاط بينه وبين الوداد، وكذلك غادي يقلص الفريق لخمسة النقاط بينه وبين المتصدر، يعني حتى الفتح الرباطي غادي يطمح البطولة، وكذلك أولمبيك أسفي لأن ما جاش في الدورات. الرجاء البيضاوي غادي يلعب المباراة اليوم مع المغرب الفاسي، المباراة ما غاديش تكون سهلة بالنسبة للرجاء بالمعاناة اللي كيعانيها هذا الفريق هذا. الوداد البيضاوي من بعد ما تأهل نصف النهائي العصبة الإفريقية هو الآن يتعثر بالتعادل مع الجيش الملكي اللي خرج من الكاف. إذا الإخوان نتمنى أن نشوف المباريات هنا في قادم المقابلات. بلا ما نطول عليكم، ما تنسوا ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وإلى فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.